ثم أما بعد، فنعود إلى قول الله جل وعلا، نستأنف الحديث مما أورده سبحانه وتعالى من كلامه الكريم الحكيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون إلى آخر الآية. والنص كما تبين فيه سعة وفيه شمول ونقف عليه جزءا جزءا. سبقت حلقة من هذه الآيات المتعلقة بالسحر وبالمصدرية التي وقعت فيها بنو إسرائيل تحريفا وتبديلا وتغييرا، أنهم استبدلوا المصدرية الشيطانية بالمصدرية الربانية الرحمانية. هذه بغيت نوضحها من الناحية النحوية اللي عندهم غبش فيها. معروف في العربية أنه لما تستعمل استبدال شيئا بشيء أن هذيك اللي طارت مشات هي اللي دخلت عليها الباء، يعني شحال واحد دابا ان وقعت بعد من قبل، يعني لما نقول مثلا استبدلوا المصدرية الشيطانية بالمصدرية الرحمانية، هذيك بي كتدل على ان المصدرية الرحمانية الربانية هي اللي مشات بحالها، وشدوهما المصدرية الشيطانية كما قال الله جل وعلا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني ذاك بالذي هو خير مشى سمحوا فيه وشدوا الذي هو أدنى، فكذلك هاونا. يعني هذا غير من باب البيان لأنه باش ما يوقع شيء غباش. فبنو إسرائيل إذن سمحوا في الخير وشدوا في الشر، استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا المصدر الشيطاني بالمصدر الرباني، يعني سمحوا في المصدر الرباني وما بغاوش وشدوا في المصدر الشيطاني، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني هذا بيناه قبل، نلخصه تلخيصا موجزا. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جابهم من عند الله، من عند الله، وجاب لهم المصدرية القرآنية الربانية بالقرآن، وجاء يصدق التوراة والإنجيل، تركوا ذلك كله وأخذوا ما جاءت به الشياطين، بل تبعوا، والاتباع ذكرنا قبله دال على الطاعة والاتباع بالرغبة وبالتلقاء، ماشي مبزز عليهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والطريقة باش تعملوا مع كتاب الله هي طريقة النبذ. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نقف اليوم بحول الله عند قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخر الآيات. وفي هذه الآية وقعت مزالق لكثير من الناس فهما وتدبرا نظرا، لأنهم يعني وقع لهم غبش أولا في مفهوم السحر، شكون هو السحر؟ وبعضهم أعطاه قدرات وإمكانات ليست له، وبعضهم نسبه إلى الله أو إلى الملائكة سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير ولا يصح، وبعضهم نسبه إلى سليمان، وما زال في الأسطورة الشعبية، والقرآن هو كينقضها بنصه الصريح، ما زال في الأسطورة الشعبية عند الناس كيقولوا خاتم سيدنا سليمان. هذه الفكرة ديال اليهود، هذه خاتم سيدنا سليمان اللي يقولوها الناس فكرة ديال اليهود، وما زال الناس كيروجوها على أنه سيدنا سليمان كان عنده شي خاتم ديال الحكمة كيحكم به وكدام إلى آخره. هذه كلها خرافات ما أنزل الله به من سلطان، لأنهم اللي الله سبحانه وتعالى ذكر عبده سليمان في القرآن الكريم وعده من الأنبياء. اليهود بدأوا يعلقوا على سيدنا محمد، قالوا ألا تعجبون من محمد يجعل سليمان من الأنبياء، والله ما كان نبيا إن كان إلا ساحرا. قالوا هما راه سليمان كان ساحر كان شي نبي، مع أن السحر في الفكر اليهودي شي حاجة اللي مقبولة، يعني ما عندهمش هما شي حاجة يعني منكرة أو محرمة، السحر عندهم شي حاجة مقبولة لأنهم من عمل سلفهم كما يدعون وهو كذب باطل. ولذلك الناس اللي يعني خدموا بالسحر منذ مدة مبكرة في التاريخ ديال البشرية اليهود، لأنهم كانوا عايشين في بلاد الصحراء وهي بلاد الفراعنة. فراعنة معروف تاريخيا وكما هو منصوص عليه في القرآن الكريم، سحرة فرعون
تما عاشوا اليهود في واحد الفتره مبكره جدا من التاريخ ديالهم هما، لانه بنو اسرائيل دخلوا مصر في زمان يوسف عليه السلام، اي في عصر ابيهم. اسرائيل شكون هو؟ هو سيدنا يعقوب، هو الجد ديال اليهود الاول، سيدنا يعقوب عليه السلام ابو الاسباط، 12 الابن المعروفين. فجاءوا من الشام واستوطنوا مصر من بعد ما ملك الله يوسف ملك مصر او بعض ملك مصر على الاقل. يعني كانت عنده ما يسمى اليوم بوزاره الماليه، كانت عند سيدنا يوسف، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. فها هنالك يعني فسدت حفادات بني اسرائيل، فسدوا بسبب ما خالطوا المجتمع المصري القديم الذي كان يمارس السحر والشعوذه. فإذن اليهود من أقدم الشعوب ممارسة للسحر، فرغم أنه جاءهم الأنبياء والرسل تترى شي مراشي ما استطعوش يتخلصوا من هذه العقدة ديال السحر، وهي مصدرية شيطانية قطعية كفرية. فزعموا أن ملك سليمان عليه السلام لما كانت فيه عجائب وغرائب خدمت فيه الشياطين والجن، معروف عفاريت الجن، فظنوا بأنهم يعني وهما منهم وتوهما أن سيدنا سليمان ملك هذاك الملك بالسحر، وهذا طبعا غير صحيح كما سيتبين من القرآن الكريم، وإنما الله عز وجل ملاكه ما ملاكه بسر أمره وعجيب قدرته الذي يقول لشيء يكون فيكون. فيعني الله سبحانه وتعالى سيعجزه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرا، سيعجزه يعني ملك سليمان وأمره أن يكون لهم من المخرقات والغرائب يعني ما ينسب إلى السحر، هذا غير معقول. وقد جعل أعظم من ذلك وأعجب يعني لآخرين، يعني بعض الأشياء كانت كما كانت يعني المخرقات والغرائب يعني والأعاجيب في معجزة موسى عليه السلام في عصاه، معروف. فلذلك يعني أعاجيب والمعجزات الربانية إذا ظهرت على أنبيائه بيد أهله سبحانه وصلحائه فهي من أمر الله وسر تكوينه وتقديره، لأنه ربي تعالى هو مول السنن الكونية، قانون الجاذبية مولاه رب العالمين، ربي يخرقه، لأن الذي يملك سر الجاذبية يملك السر الذي ينقضها ويبطلها. وقد عرج برسوله من الأرض إلى السماء السابعة، فين هو الفضاء الأرضي أو الغلاف الجوي؟ السماء السابعة، يعني ما لا قدرة للعقل البشري على استحضاره ولو بالخيال ولا التخيل اللي كان تخيله دبره. الإنسان كيتخيل كثير من الناس راه يتخيلوا دابا السماء السابعة، كيتخيل على قدر عقله، أما التخيل الحقيقي مستحيل على العقل البشري. علاش؟ لأن يعني هذه المسافات دابا غير الفضاء ديالنا حنا اللي هو كيتسمى بطن السماء أو السماء الدنيا، يعده العلماء بملايين السنوات الضوئية، إوا نقعدوا نتخيلوا حتى نموتوا تنتهي الأعمار ولا ينتهي الخيال. إذن مستحيل أن يجمع الإنسان بخياله ولو ما بيننا وبين السماء الدنيا، بلها أن يجمع ما بيننا وبين السماوات السبع، مستحيل. فرب العالمين هو ملشي مول الكون، قادر باش يصنع سبحانه وتعالى ما لا قدرة للعقل البشري، ماشي على تخيله بل على حتى مجرد تصوره، غير باش تفهموا مستحيل. وهذا هو الإعجاز، أنا سميت المعجزة. ما معنى المعجزة؟ يعني العقل كي يعجز عن إدراك الحقيقة، هذا معنى المعجزة. ماشي المعجزة زعما أنه الحاجة ما كتبلوش، كتبلو. هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج له الماء من بين صباعه، راه شافوا الصحابة، ولكن يفسروا العقل لا يستطيع، أي العقل يعجز عن تحليل ذلك وبيانه ماديا أو علميا بين قوسين. الماء منين جا؟ واش الماء ديال صحته خرج صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه، يعني بنادم غيموت. وهذا الماء الذي نبع من بين أصبعيه عليه الصلاة والسلام صح بالحديث الصحيح أنه توضأ منه جيش كامل، شحال كان فيه؟ 12,000، 12,000 جندي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ من واحد سطيلة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيها يده، فجعل قال الصحابي راوي الحديث: ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصبعيه أو أصابعه عليه الصلاة والسلام. واحد التابعي من التابعين قال له: كم كنتم؟ سكت في الأول، ثم قال له: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 12,000. 12,000، ف12,000 فعلا يتوضوا بسطيلة واحدة، هذا مستحيل على العقل أن يدركه أو أن يفسره، ولكن العين شوفوا العين، فيدركه الإنسان بنظره إذا رأه، لكن أن يحلله أن يدرك طبيعته وحقيقته، هذا رب العالمين كيقول لك سبحانه وتعالى قادر باش يجعل من لا شيء شيئا، الذي يخلق الشيء من العدم. شكون اللي استطاع يقدر يتصور العدم؟ مجرد تصور يتخيل العدم شنو هو؟ مستحيل. العقل ديال بنادم غادي يتزربع يتشتت وما يتصور شيء العدم.
والعدم ليس هو الفراغ، ماشي هو الصفر. الصفر وجود، الفراغ راه وجود، ضرب ونوع من انواع الوجود. اما العدم فلا قدره للعقل ان يتصوره، ما يقدرش الانسان يتصور العدم، لا شيء، لا وجود، لا وجود، لا قدره للعقل البشري على ان يتصوره. ولذلك اذن يعني رب العالمين اللي كيدير هذا الشيء كله وفوق ذلك مما لا علم للانسان به، فين غادي تجي ملك سليمان؟ شنو هو ملك سليمان؟ يعني بالنسبه لملك الله وعظمته وقدرته لا يساوي ملك سليمان ولا قطره من بحرين. فاليهود جاهم داك الشيء فوق الطاقه وقالوا هذا سحر، يعني فسروا ما هو اعلى بما هو ادنى، يعني مشوا للسحر فخطره كاع. والله عز وجل نعى عليهم هذا الفهم المغرض. علاش فهموا هذا الفهم؟ قلت مغرض، يعني هما غير كيقلبوا على الطريق باش يدوزوا للسحر باش يبلوا سحره، عارف، لانهم امتهنوا هذه المهنه وشعت بينهم ولا تزال الى اليوم. السحر الكبار الان في العالم يهود. قال الله عز وجل وما كفر سليمان. هما يقولوا سليمان ساحر، لا ليس بساحر، تعبير القراني عجيب جدا. السحر كفر، السحر كفر، منين كاينه؟ من هذه الايه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. اشتهدك وما كفر سليمان، يمكن لك تفسرها بقولك وما سحر سليمان. عربية رفيعة جدا، والقرآن كلام الله جل وعلا كان أدق الكلام وأعلاه على الإطلاق. باش ما يطولش عليك الكلام يقول لك سليمان ما سحرش، لأنه إلى سحر غادي يكون كفر. في الضاف خطرة واحدة قال وما كفر سليمان، بمعنى أنه ما سحرش، يعني أن السحر كفرون. وهذه الحقيقة التي أردت بيانها بحول الله اليوم، لا يكون الساحر ساحرا على الحقيقة إلا إذا كان كافرا. ما يمكنش الساحر يكون ساحر حقيقي إلا إذا كان كافر، لأن السحر صناعة الكفر. السحر شنو هو؟ صناعة، واحد الحرفة ديال الكفر، لا تقوم إلا بالكفر وعلى الكفر. خصموا لها يكفر، خصو يدير واحد الخدمة فيها الكفر عاود جوج مرات. الساحر أول خدمة ديالو باش يبدأ باش يولي ساحر خصو يكفر بعدها، ها واحد. من بعد ما يكفر يبغي يطبق العمل السحري ديالو، خصو يبدا يطبق اعمال كفريه، اعمال ديال الكفر خصو يخدمها، هذا يطلع له السحر ديالو. بغير هذا لا يكون ساحرا. كيكون ديك الساعه كذاب، هو الساحر كذاب، ولكن كيكون كذاب يعني ادنى منه كذاب. شحال من واحد يقول لك انا ساحر وكندير، وغير كيخربق، هو لا يحسن السحر ولا يعرفه. وكثير من الناس الحلايقيه وداك الشيء ما كيعرفوا السحر منين جاهم كاع، لا يعرفونه، وخير لهم نيت، فهم في رتبة أدنى وهي رتبة سيئة، لأن رتبة ديال الشعوذة، هذه هي الشعوذة حقيقية، لأنه غير كيخربق، يخربق بنادم ويدوخ بنادم بلا فايدة، وشي سحر ما عنده غير كذاب. ويأكلوا رزقهم من السحت والكذب. أما الساحر فأخطر وأدنى وأسفل، لأنه يأكل رزقه بسبب الكفر، مش غير الكذب والسحت، لا الكفر. فخطر كيجيب فلوسه من جهنم، كيمشي يجيبه، يدخل جهنم ويجيب من تما فلوسه، هذا هو الساحر. لأن السحر تشغيل إبليس، كتخدم الشيطان، هذا هو السحر، كتخدم إبليس. إبليس ما كيديرش الفابور، ما خدمش بالمجان، هذا غلط. اللي كيتسنى زعما الشيطان يأدي له شي خدمة، فوقاش عمرو أدى لشي واحد. الشيطان لا يشتغل إلا بمقابل، خصك تخلصه، ولا يرضى إلا بأجرتين معلومة، وهي أن يكفر ابن آدم. يقول لك باغي السحر مزيان ما كاين مشكل، ها هو، ولكن كفر، هذا شرطه الأول، وبه تنعقد عقدته. كاين دراسات علمية الآن، أقول علمية يعني قائمة فعلا على المنهج التجريبي والإحصاءات والاستبيانات، دراسة موجودة مطبوعة كاينة في السوق أظن، يعني على كل حال أنا عندي، دار واحد الباحث إنجليزي وترجم الكتاب ديالو، ترجم واحد لبناني العربية، دار دراسة معاصرة في السحر ودارها على نجلزا وعلى يعني علماء السحر عالميين. بالضبط سبحان الله، عندك شي اللي حكى القرآن الكريم نفسه واللي ثبت في السنة النبوية نفسه، سبحان الله، أشياء عجيبة جدا. لأنه وصل حتى هو لهذه الحقيقة، أن هؤلاء يتعاقدون مع الشيطان، يتعاقدون مع الشيطان، وما يمكن لهم يتعاقدوا مع الشيطان حتى يكون هاك وراء الإيجاب والقبول. العقد حينما يكون بين اثنين كتكون الصيغة، هذه الصيغة هي أن الإنسان يقوم بعبادة الشيطان على أن الشيطان يؤدي خدمات لهذا الإنسان. عبادة يؤديها الإنسان للشيطان تساوي الكفر الصريح العملي بالله الواحد القهار، يعني عقيدة وعملا كفر بالله عز وجل. ما يمكنش للساحر يقوم للسحر دياله إلا إذا كان كافرا. ولذلك عندهم واحد العداد ديال الطقوس، عداد ديال الأعمال يقومون فيها بإيذاء كتاب الله جل وعلا، وبسب الله جل وعلا، وسب الرسول والأنبياء، وقلب المعاني والمباني ديال القرآن الكريم، وتشغيل الخير في الشر، وتشغيل الشر في الشر،
وخلط الحق بالباطل والباطل بالحق، يعني وإنكار النعمة، أشياء رهيبة جدا، ويدخلوا في خلوات من العبادات الشيطانية. حينما يطردون من رحمة الله تتوقع عليهم اللعنة فعلا، يغضب الله عليهم ويطردهم من رحمته ويلعنهم كما وقع الإبليس. ثم الشيطان يتهيأ، نحن مسلمون كان أمنوا بأن الشيطان والشياطين كيشوفونا وحنا ما كنشوفوهم شيء. إنه يراكم، هذا القرآن، إنهم يراكم هو وقبيله، يعني الجنس دياله قبيلته، يعني من هو على شاكلته، يعني الجن كلهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك سمي الجن جنا لأنهم ما كيبانوش، خلق من خلق الله في طبيعة خلقية خاصة، خلقهم من مارج من نار، ربي دارهم بواحد الهيئة يعني لا قدرة العين البشرية أن تكتشف أو أن ترصد أجسام الشياطين. لكن الشياطين غير مسلطة على بني آدم قهرا، وهذا سنأتي عليه بحول الله، إما في هذه الحصة أو في حصة مقبلة إن شاء الله عز وجل. ما يتوهمش واحد أنه واخا الشيطان زعما راه ما كنشوفوش، يجي أنت غادي في الطريق ويجي يطيحك ولا يدير شي حاجة، أبدا. الذي يتوهم هذا ويتصوره راه عنده عقل خرافي في مخه، لا قدرة للشيطان على هذا إطلاقا إطلاقا إطلاقا، ما عندوش هذه القدرة هذه، ربي ما أعطاش هذه القدرة، رغم أنك أنت لا تراه وهو يراك، فلا قدرة له من ناحية المادية أنه يدير لك شي حاجة يعني بشكل مادي، يدفعك يطيحك يجرحك، لا قدرة له على هذا. وإلا غادي يكون الكون فيه العبث، غادي بنادم تشوفه طير في الهواء، هذا لا وجود له إلا في خيال المرضى، كي واحد راه عنده مرض معين كيبدأ يتهيئ له راه هو طير في السماء ولا ولاده طايرين في السماء، هذاك مريض سوء تعالج. أما في الواقع لا شيء من ذلك يحدث أبدا أبدا. فإذا السحر قلت أساسه أنه كفر بالله جل وعلا، والساحر يكون كافرا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فالشياطين هم اللي كفروا، قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. المفسرون اختلفوا ها هنا، وقد ذكر الإمام أبو جعفر الطبري هذا رحمه الله، يعني كان اللي قالوا دي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قالوا على عهد ملك سليمان أو في عهدي ملك سليمان، داك الشيء اللي كانت كدير الشياطين في الزمان ديال سيدنا سليمان. وكاين تفسير آخر وهو أصح بإذن الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يؤيد سبب النزول، الإنسان ما خصوش يغفل سبب النزول، يعني الشياطين كانت تقول للناس بأن سليمان راه كان عنده ديك المخرقات وديك العجائب بالسحر، وهل أسرار ديالو هذاك خاتم سيدنا سليمان ديك الخريف كيجيبوها الشياطين للناس، يقولوا لهم يا ودي سليمان كان له وكان له بسبب هذه الصناعة، كيعطيهم السحر كذبوا عليه. الدال على ذلك كما ذكرت سبب النزول أنا ذكرته قبل قليل، لما قالوا اليهود ألا تعجبون إلى محمد يذكروا سليمان من الأنبياء، والله ما كان نبيا إنما كان ساحرا. ثم قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذيك عبارة ديال على فيها نوع من الاستعلاء وفيها نوع من التمكن، زعما واحد حاجة كتشدها وكتوجهها أنت وكتعطيها واحد الصورة اللي بغيت أنت تتلو عليه الشيء، إما أنك تتلوه بحق أو بباطل، كما في حديثي ومن كذب علي على ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شروط لغوية أساسية لفهم كتاب الله، لا يفهم القرآن بعيدا عن لغة العرب لأنه بها نزل. فإذا أنت تفتأت على الله وتكذب على الله وتدعي أن كذا هو كذا وليس كذلك، فهم إذن يفسرون ويشرحون للناس، يعني الشياطين يشرحون للناس أن عجائب ملك سليمان كانت بالسحر، وهذا هو اللي كيتمشى مع السياق القرآني اللغوي. قال لهم الله تعالى لا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، جايبين خدمة أخرى ماشي الخدمة ديال سليمان، أما سليمان فلم يكن ساحرا لأنه لم يكن كافرا وما كفر سليمان، وإنما الشياطين هم الذين كانوا يعلمون الناس السحر ولأنهم كفروا، ولكن الشياطين كفروا. علاش كفروا يعلمون الناس السحر؟ ما زال رجعوا لهذه الآية ولكن نصفوا الحساب مع الملائكة. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وقد سمعت هذا من بعض الناس يظن أن الملائكة كانت تعلمون الناس السحر، لا دليل على هذا من كتاب الله وسنة رسول الله أبدا، ولا يتصور عقلا وشرعا الملائكة تعلم الناس السحر. قال لك لا حق هاد الملائكة داروا شي خطيئة وربي عدبهم في الدنيا وعلقهم نهدبهم في السماء وشي خرايف ما أنزل الله بين سلطان، هذه إسرائيليات. بعض كتب تفسيرها فيها الخرافة لعطى الله، وهذا بعض كتب التفسير فيها خرافات، ماشي كلها التفاسير صافية. تفاسير صافية معروفة، خذ مثلا ابن كثير رحمه الله
الطبري أيضا كان يروي بالسند ديالو، لكن كثير من التفاسير فيها الخريف، كتفسير القرطبي مثلا رحمة الله عليه، الجامع لأحكام القرآن في الفقه على الرأس والعين، الفقه يعني الأحكام الشرعية التكليفية في كتاب الجامع، جامع أحكام القرآن القرطبي ممتاز، لكن في القصاص كثير ديال الخريف عنده تما، ماشي هو هو غير حكى على فلان وفلان، يعني أسانيد تتصل إلى بني إسرائيل، صافي انتهى. ملي كتكون إسرائيلية جايبينها ناس من التوراة، التوراة أغلبه الآن أكاذيب، في زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت فيه كثير من الأكاذيب، لا التوراة ولا الإنجيل، كله محرف. لما وصل القول الله عز وجل قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين، قوم جبارين قال في تفسير هم العمالقة، وكانوا قوم عناق بن عواج أو عواج بن عناق أو الاستؤدري، وكان قال لك الملك ديالهم كي يغطس، هذا شيء كاين في كتب التفسير، كي يدخل البحر والبحر كي يوصلوا للكعبة ديال رجله، وكي يشد الحوتة بيدو ويشويها في الشمس ويأكلها. وسيدنا آدم قاع ما كان هكا، أطول واحد خلق الله تعالى هو سيدنا آدم، أطول واحد خلق الله من البشرية هو سيدنا آدم، وكم كان طوله بالحديث الصحيح. حقيقة الأمور الغيبية من القصص ومن شبه ذلك لا يجوز لإنسان أن يأخذها إلا من القرآن الكريم الصريح أو من الأحاديث الصحيحة، غير معقول، لأن هذه ماشي العقل ما عندوش هذه القدرة باش يبدأ يتخيل ويجيب من عنده، لا يصح. من الكتب اللي لعب بها بنادم بحال التوراة والإنجيل، فيها اللعب ديال بنادم. طول ديال سيدنا آدم بالحديث الصحيح 60 ذراعاً، 60 ذراع، الذراع تقريبا نص متر، يعني حوالي 30 متر فيه ديال الطول، تقريبا تزيد أو تنقص قليلا 29 35 ماشي مشكلة، 40 متر وكاع 100 متر كيلومتر، واش هذا كيدير رجله قال لك في البحر ويشوي الحوتة في السماء في الشمس، يعني ما شاء الله. فلذلك مع الأسف كثير من الناس كيقروا بحال هذا الشيء يعتقدون ذلك، راه ما عندوش الحق يديروا في العقيدة ديالو، أيوة واللي كيعتقد بالخرافة. فلما قال لك جا سيدنا موسى يقاتلوا باش غادي يدخلوا على القرية، قلنا ادخلوا هذه القرية وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم، القرية يكفي هذا محل الشاهد. أمروا بدخول القرية، لما ما بغوا شيء يعني دخلها المؤمنون الصالحون، والذين رفضوا رفضوا، قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، لكن مجلس مع طائفة من المؤمنين قالوا في هذه الخرافة موسى كانت فيه 10 أذرع، هذه تحتاج إلى إثبات، كانت فيها 10 ديال الأذرع، وعصاه كان فيها 10 أذرع، وهذه بعد غير بالقياس المنطقي العقلي الطبيعي لا تقبل باش هو فيه 10 الأذرع والعصا ديالو قدو قدها، علاش؟ لأنه كان كيسرح بها الغنم. وما تلك بيمينك يا موسى، من هنا جات، قال هي عصاي أتوكأ عليها، إيوا كيتوكى عليها تكون قدو قدها، ما يمكنش، اللغة القرآنية تقتضي أنها أقل منه طولا باش يتوكى عليها، أتوكأ عليها وأوشو بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كيضرب بها، فلذلك خصها تكون عصا في المتناول وقادر يشدها. فإنما يفهم كتاب الله عز وجل بمقتضى لغة العرب وبالأحاديث النبوية الصحيحة وبالقواعد العلمية اللي معروفة في كتب التفسير. أن حقيقة هذا مختص الصفاء، لأن بزاف ديال الناس عندهم خريف، ومع الأسف مع الأسف بعض الأحيان حتى من بعض أهل العلم وبعض يعني بعض المثقفين. أنا كنت تعجب سبحان الله العظيم أنه الإنسان يعني كيكون عنده قابلية باش يدخلوا الخرافة في مخه، يعني هذه الأمور اللي فيها غيب ما تشدها إلا بالدليل القوي الصحيح أو القاطع تأخذها وتأمن بها، وإلا راه بنادم غادي يعمل راسه بالخرافات ويتصب بالوسواس. هذا هو المرض اللي كيوصل في نهايه المطاف، لانه كثير من الناس وشفت الناس عمل اللي عجب عجب والله العجب، يعني المستويات ديالهم العلميه والاجتماعيه تعجب ليها، وعنده هذه الوساوس هذه بسبب انه عنده خرافات في مخه، لان راه الجنون غادي يديروا له والشياطين يديروا له والتوسوس مثله لا يقع له، هذا ما خصوش يوقع له بحال هذاك العقل بحال ديك الفهم، ما خصوش يوقع له هذا الشيء، هذا منين يجي لو كان ما كانش عنده القابليه للخرافه. اللي ما عندوش قابلية الخرافة ما عنده الوسواس منين يدخل له ولا منين يجي، يعني الوسواس المرضي القهري، أما الوسواس العام اللي كيجي للناس كاملين راه كيجي للناس كاملين، والمؤمن راه كيطردوا بالاستعادة ويزيد مع الطريق. فقالوا بأنه موسى كانت فيه 10 أذرع وعصى 10 أذرع وجا كيجري ونقص في السماء 10 أذرع، يا ولاد 30 ذراع، 10 × 10 ديك تنقص السماء 10، فضربه فأصاب أسفل كعبه، يلا وصلوا تحت ديال الكعب ديالو وصل لهذا العملاق. فلما مات جعلته بني إسرائيل قنطرة فوق النيل، داروا قنطرة في النيل تمر عليه خيولهم وعربتهم كذا وكذا سنة. فلذلك بحال هذه الأمور هذه ما ينبغي للمؤمن الحصيف والمؤمن في الحديث كيسون فاطين فاطين في النبهة، هذه الأشياء لا يقبلها العقل ولا يقبلها الشرع قبل ذلك وبعد ذلك، والقرآن جل مل العقول لأولي الألباب. فنعود إذن إلى ما نحن فيه، يجب غربالته كتب التفسير وغيرها من الحقائق الباطلة
ما تأخذش أي حاجة. الملائكة قال لك داروا وزناوا، سبحان الله، هذا لا يصح، خص دليل. ولا دليل على هذا من الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا قال لك يعلمون السحر، لا أستطيع أن أنسب إلى الملائكة تعليم السحر، للشياطين صريح القرآن، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هل فعل منسوب مسند إلى الشياطين؟ لماذا كفروا؟ جد جملة سيرية كيقول لنا رب العالمين كفروا، علاش؟ علاش يعلمون الناس السحر؟ انتهى، فاعل ومفعول، بمعنى أن الشياطين يعلمون الناس السحر. قال وما أنزل على الملكين، منين جبت أن الذي أنزل على الملكين السحر؟ القرآن ما قالهاش، لم يقول الله عز وجل بأن الذي أنزل على الملكين سحر، ما تبتش في القرآن ولا في السنة، التعبير القرآني واضح، وما أنزل على الملكين. فهذا الذي أنزل على الملكين ما هو؟ لا ندري، ما كاينش في القرآن، ما كاينش في السنة، وإنما جاء التعبير بما، هاد ما في العربية الموصولية تدل على الجهالة، يعني شي حاجة ما نعرف، هذه سميتها ما نعرف، كقوله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ماشي ما لغير العاقل، هذه لا، لأنه ديك ما خلق يعني الأشياء المجهولة التي قد تضر ولا أعرفها، من الجن مثلا أو غيرهم، قد السحر الذي لا أعرفه مجهول، أشياء تدل على الجهل، ما يكون عاقل ولا ماشي عاقل ما كيهمش، اللي كيهم أنه شر ولكن لا أعرفه، ما دل على الجهل، ماشي ما الأخرى لغير العاقل ومن للعاقل، لا ما عندهش علاقة بها. وما بحال هذه النيت، وما أنزل على الملكين، ما دل على الجهل، ما ندري ماذا أنزل على الملكين. القواعد العربية تثبت أنه القرآن ربي تعالى نزلنا عربي ومأمورين باش نفهموه على مقتضى اللسان العربي، كتبت بأن العطف يدل على مغايرة المعطوف على المعطوف عليه، معنى هذا الكلام يعني خص يكون هذاك ما أنزل على الملكين ماشي سحر، أش هو؟ لا ندري، الله تعالى ما قالوا الناس وما ماشي واجب علينا نعرفوا أشنو هو، فلحكمة يعلمها سبحانه هو أخفاه عنا، لكن عندنا القاعدة كتقول لنا راه ماشي سحر، والذي يزعم أنه سحر عليه أن يثبت ذلك، لكن هو ماشي سحر، باش ماشي هو سحر بالعطف، العطف يدل على المغايرة، ما يمكنش تقول لي جاء أحمد وأحمد، هذا كلام لا يصح إلا إذا كان هذا أحمد جوج الناس، إذن جوج الناس مختلفين، أما جئت أنا وجئت وأنا هذا كلام ليس بعربي، هذه مش عربية، هذا ليس بكلام، لأن العرب قالوا كلامنا لفظ مفيد، هذا ما فيه فائدة، جئت أنا وأنا، أكلت الخبزة والخبزة، لا تقول أكلت الخبزة وخصك تجيب حاجة أخرى، المغايرة والتفاح مثلا، أكلت الموزة والتفاح، أما أكلت الموزة والموزة فليس بكلام عربي، ليس بكلام عربي. ولذلك حينما قال يعلمون الناس السحر، ها واحد صرح به، و يعني حاجة أخرى ماشي سحر، و ليس بالسحر ما بعده، وما أنزل على الملكين أش هو؟ لا ندري، وما كيهم شيء أننا نعرفه، لأن الله تعالى ما خبعه لنا إلا لأنه ماشي مفيد لنا نعرفه، ما أخفاه الله جل وعلا، إنما هو لحكمة أن علمه لا ينفعنا وربما يضرنا، لا أسأل عن أشياء تبدلكم تسؤكم، هذه دخل في هذه، لا يجوز أن ينسب إلى الملائكة تعليم السحر إلا بدليل. طيب شحال واحد يقول لي وكيفاش هذا يفرقون به بين المرء وزوجه، ولأن الآيات كتخلع كتقول لك دير هذاك الشيء ماشي مزيان، طيب أنتبعوا العربية ديال القرآن الكريم آية وما أنزل على الملكين ببابل، بابل منطقة معروفة في العراق أو نواحي العراق، هاروت وماروت سميات ديال الملائكة، هاروت وماروت جوج ديال الملائكة، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، إذن راه الملائكة مش الشياطين بجوج، التعبير واضح، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيمكن يجي عود واحد لهم آخر، إذن من يقولوا له ودي إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذن كيعلموا الكفر، لا ليس بالضرورة، القرآن واضح جدا، أولا انتبهوا أنه القرآن الكريم قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، الملائكة ما قالش كفرها، فلم يصرح بنسبة الكفر إلى الملائكة، وما قال إن الملائكة تعلم الناس الكفر ما كاينش، يا الله كاين، إنما نحن فتنة، الفتنة قد يكون الخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة، القرآن واضح أيضا، قد يكون الخير فتنة، شحال واحد ربي يرزقه الفلوس وفتنه وتلف فكفر بماله، كاين اللي رزقه ربي الصحة والعافية هذه نعمة
وكفر بها. كلا إن الإنسان لا يطغى، الرأى واستغنى، استغني بقوته البدنية أو بجاهه المادي أو بجاهه السلطاني أو غير ذلك، عجبه رأسه هو مشى أو دخل الطغيان. فقد يكون الكفر فتنة، إنما نحن فتنة. طيب، فلا تكفر أنت، ماشي إحنا، فعندك تمشي هذا الخير، هذا الخير تخدمه في الشر فتكون بذلك كافرا تماما. كالذي يستعمل كتاب الله القرآن يك هو خير ورأس الخير وكل الخير، يستعمله في الشر أهو كينين، ويكفر بتوظيف القرآن في غير محله. فإذا هذا الخير اللي عند الملائكة قد يكون أسرارا ملكوتية، شيء أسرار من ملك الله الملكوت ديالو، أسرار يمكن تكون فيها مغربات وعجائب ويعني وتأثير في الحقائق، ماشي بالسحر لكن بعلم من علم الله، وعلم الله كيعطيه الأولياء والعباد من الأشياء العجيبة. وما قصة الخضر مع سيدنا موسى عن النبي بعيد، ياك هالخضر كان عنده من علم الله غرائب وعجائب، فممكن داك الشيء الإنسان يتعطلوا بدل ما يضفوا في الحق يوظفوا في التدجيل، التدجيل على الناس ويزعم أنه كيدير وكيدير كيدير ويخلع الناس ويوصل الأشياء، يعني أنه يشد الفلوس عند الناس، يفتن عباد الله، يفرق بين المرء وزوجيه، يأثر على النفسية ديال عباد الله ويقلب له الفهمة دياله، يقلب له النفسية دياله، يأثر له على المزاج دياله. كل ذلك ممكن لأن ربي تعالى عنده سبحانه من القدرة ما لا طاقة للبشر على أن يتصوره. إنما نحن فتنة، فلا تكفر عندك توظف هذه الأسرار في الشر. قال دابا غادي يرجع لبنادم، فيتعلمون السحرة ماشي الملائكة، منهما ما يفرقون، ماشي هما، ماشي ما يفرقان، ما يفرقون هما اللي يخدمهم في الشر، ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين، أي الشياطين والسحرة والفتنون، به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لأنهم تعلموه لقصد الشر، ولو تعلموه لقصد الخير لربما نفعهم، لكن القرآن ما صرح هذا ولا بذاك، وإنما صرح بأن تعلمهم لذلك الأمر يضرهم. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اللي مشى وخدم داك الشيء في الشر وشرى، شرى الدنيا بالآخرة، شرى الدنيا بالآخرة، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق الحظ والنصيب، ماشي الأخلاق، يعني ماشي الأخلاق، الخلاق يعني النصيب، الحظ، ما عنده حظ، ما عنده نصيب، ما عنده موضع في الآخرة، أي في الجنة. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. انتهى السياق وبدأ كلام أخر من كتاب الله جل وعلا. افتضح بتتبع القرآن في هذه الآيات آية 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 أن السحر كفر ولا ينسب إلى الله جل وعلا سبحانه، وهو من أسماء الحسنى المؤمن، ولا ينسب إلى الملائكة حاشاهم، ويفعلون ما يمرون. ومن خصائص الملائكة العصمة، ولم يصرح القرآن، ما كيش تصرح. لماذا نثبت للقرآن ما لم يثبته القرآن لنفسه؟ باب التفسير خصو الأدلة، خصو الأدلة، لا أدلة نصية من السنة ولا أدلة لغوية تسوق هذا السياق. ولذلك كيبقى السحر خصو يتحصر، السحر محصور الآن في دائرة الشيطان ودائرة الشياطين من السحر ثم بقى، فهو في بؤرة الكفر لا يخرج عنه ولا منه. السحر كفر يعلمه الشيطان للسحرة فيكفرون به، وهذا اللي كينطابق مع الحقيقة الشرعية، مع الحقيقة اللغوية، ومع الحقيقة التاريخية. يعني لما كتشوف أحوال السحرة الحقيقيين فعلا كفرة، كفرة، لأنه وعياذ بالله كيديروا شي جرائم في الدين وشي حقائق غريبة جدا تقشعر منها جلود المؤمن، بل الإنسان السوي العادي يسمع ديك الغرائب والعجائب اللي كيديروا الشياطين من الصحراء والشذوذات بمختلف أشكال الشذوذ، عقلا وعادة وإنسانية لا طاقة للعقل السوي والذوق السليم على استحضاره ولا بالخيال. يصاب الإنسان بالغثيان لما يبقى يتصور الأفعال ديال الصحراء فيما بينه. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان صريح، من أتعرافا، حديث صحيح، من أتعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. مش شي واحد العراف، عراف ساحر، السحر صناعات فيه الكهانة والعرافة، أشكال السحر، تمشي لعند ساحر وتصدقه فقد كفرت، سكت عودت بالله عز وجل بجديدي دينك وإسلامك.
أما اللي مشالوا ما صدقوش غير مشى يتفرج ولا يجربوا من أتعرافا ولم يصدقه بطلت صلاته 40 ليلة. 40 ليلة يعني 24 ساعة، ليلة بنهارها ما عندك صلاة، شهر وعشر أيام أتخرم لك من الحساب ديال الصلوات ديالك يوم القيامة حينما تسأل عن الصلاة، وأول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة صلاته، يقول لك 40 يوم جيبها ما عندك، نسأل الله العافية، من يجيبها الإنسان؟ فلذلك لا ينبغي قصد الساحري. عرفت علاش؟ واخا تقول غادي غادي نجربه غادي، ما تعمرلوش السوق، هذا معناته ما ديرلو شيء، الحلقة تكبرلو حلقته، خليه قاعد بوحده، خلي الشيطان بوحده، لأنه شيطان. فلذلك إن صدقته راها يعني تلك أم الكبائر، هو الشرك والكفر عينه. علاش؟ لأنه أولا الساحر من اللي يبغي يخدم هو بعد راه كافر، راه دواز تكوين ديالو في الصناعة، فتخرج كافرا ماردا، دوز الخدمة ديالو هو حتى تخرج كافر. من اللي كي يعني يكفر فعلا وتبقى المخرقات السحرية تظهر على يديه، بعد ذلك شي طلعنا الله يعني يخدم الساحر، وبنادم كيتوهم كيسحب له هو كيخدم الجنون. العكس، الجنون يخدمون الساحر عبد للشيطان، والعكس غير صحيح، الساحر عبد للشيطان والعكس غير صحيح، بمعنى أنه الشيطان ماشي عبد ديال الساحر أبدا، الساحر هو اللي عبد ديال الشيطان. أنا معهدي لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الساحر إذن من اللي كيكفر بالله وكيعبد الشيطان كيتفاهم مع إبليس ومازال كيزيد يخدمه، يعني الشيطان يخدم داك الساحر. من اللي عاود يحتاجه ويعيط له كيقول له ماشي غير تعيط لي، وكان لا دير الصلاة صلي باش نجي، كيصلي ليه هو صلاة إبليس. كيف يصلي الساحر للشيطان؟ ماشي غير والعياذ بالله راه كيبدا يمجد في إبليس، حاشاه أن يكون ممجدا، بل هو خسيء نزلون، كيبدا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويكفر بنعمة الله، تلك صلوات الصحارة هكا دايرة. عاد يجي الشيطان وراه متفاهمين بحال مالين الربا، بحال مال الربا ديما يزيد عليه، ديما يزيد عليه في الخلاف، عاد يجي. إذا أنت ملي مشيت للساحر وخدمتو عرفت إيش درت؟ راك تسببت في كفرين فوق كفرين، ظلمات بعضها فوق بعض. ها واحد، اثنين، أنك دخلت في اللعبة، يعني دخلت في اللعبة الكفرية، راك جزء من الصلوات ديال الكافر، لأن عود هذا الساحر بإيحاء من الشيطان. الشيطان كيقول للساحر صلي ليه هو الإبليس، ها واحد، وقول لهذاك اللي جايك راه غادي يدخلك، ما يمكنش ما يدخلكش، الشيطان ما يخدملكش حتى يخدم الساحر ديالك ويخدمك انت عاود معاه. يقول لك واجب دجاجه كحله، سيد بحاف الموضع الفلاني، ويقول لك كذا وكذا الوريقه وصير حرقها له الى اخره، لابد كيدخلك في الشبكه ديال عبادات الشيطان انت، وانت عندك اعتقاد بان ذلك سينتج لك فعلا، وقد عابدت الشيطان، علمت او لم تعلم عابدت الشيطان. من أتعرف فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، صدق رسول الله، لأن هذه الحقيقة الواقعية كدير الواقع النيت، والبحث العلمي فعلا يثبت هذا، داروه النصارى مش غير المسلمين، النصارى داروه، البحث العلمي يثبت هذا. وإلى عهد قريب في التاريخ المعاصر كانت أوروبا وأمريكا أيضا اللي كيقبطوا الساحر كانوا كيحرقوه، معروف يعني تاريخ الديانات والصراع بالكهنوت المسيحي والسحري، كان الساحر لا تشد كيتحرقوا، هذه هي الدعوة باش كانوا يعني عاقبوا هذوك العلماء كوبرنيك ويعني الناس ديال كيسميو عصور الأنوار والاكتشافات العلمية، كانت الكنيسة كتدعي بأن هادو صحارة، فباش كيعاقبوهم بعقوبة الساحر الحرق والتقتيل. طبعا يعني هي الكنيسة براسها تلفة، فما كتخلط بين السحر والحق، ما بقوا كيعرفوا بين هذه وهذه. ولهذا إذن السحر جريمة كبرى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما عمره ما ينتج، ما عمره ما يدير شي طيلة الساحر، لا لنفسه ولا لغيره، لا لنفسه ولا لغيره، سبحان الله العظيم. وذاك راه صعيب فعلا حقيقة، حتى هذيك البرامج التلفازية اللي فيها بعض السحرة أو العرافين، لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقصدها بالمشاهدة. بعض القنوات الفضائية اللي كتبت أعمال بعض السحرة أو العرافين كيقولوا ما كيعرفوا كيشوفوا قرأوا الكف قرأوا ما عرف شنو، هذا كله لا يجوز للمؤمن، ما تكترش الحفلة دياله، ما تكترش الكليان دياله، لا يجوز. وأخطار عديدة في ذاك الشيء، بنادم اللي كيشوفوا في داره بعدا وحدها الأطفال دياله والزوجة دياله، كيدمر العقلية ديال الأبناء دياله ويركب فيهم الفوبيا من الصغر، يمرضهم نفسيا من الصغر دياله ويقولوا يخافوا من والو من لا شيء. فراه الفوائد ديال عدم مشاهدة هذه الأشياء المنهي عنها شرعا كبيرة جدا، والمخاطر ديال مشاهدة هذه الأشياء كبيرة جدا.
ولذلك حتى إذا كانت شي صحيفة متخصصة في هذا الشيء راه حرام على المؤمن يشريها، ثمنها سحت. كيقول صحيفة متخصصة في هذا الشيء هذا ديال السحر وديال العرافة والكهنوت، لا يجوز للمؤمن أنه يبدل الدنيا بالآخرة. فلذلك إذن إذا إنسان كيقلب على شي قناة كذا وقع فيها هكذا سواء خطأ داز في الطريق راه داز في الطريق، أما باش يجلس يبدا يشوف فيها فهذا خطر عظيم. صدقه أو لم يصدقه ما عدا حاجة واحدة، كتعرف واحد الساحر في واحد المكان واحد عرف وغادي له تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، إلا عندك هذا الرجل سير مزيان، هذا عمل صالح ودعوة إلى الله جيدة. أما حاجة أخرى كل ذلك باطل بين الأمرين اللذين ذكرتهم. إذن بقات لنا تأثير السحر كيفاش كيأثر، هذا إن شاء الله نذكره بإذن الله في حصة مقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم، مع الأساس تقديم الآن أنه راه التأثير ديالو محدود، راه التأثير اللي عطينوا له الناس راه كله خريف. التأثير الذي ذكره الله في كتابه وأصحى في سنة رسوله تأثير محدود جدا، دائرة ديال السحر ضيقة جدا ومحكومة بالإرادة الإلهية من فوق. ولذلك من كان على صلة بالله في عقيدته ومتانة دينه فلا يؤثر في هذا شيئا، ويدخل في هذا البيان بيان حديث سحر رسول الله تسحر عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بالصورة التي يتصورها الناس وإنما هو ضرب من تخيل لا أقل ولا أكثر، صح بذلك القرآن صريحا وصح بذلك الحديث المروي في البخاري أيضا صريحا. أما أنه يعني بدأ كي وقع له قهر أنه كان في البلاد الفلانية وجابوه بالسيف ووقع له، هذا الشيء لا يقع أبدا لا يقع. والحجر رضى حمامة وكذا إلى آخره، رضى حمامة في خيالك، أما في الواقع رأى الحجر بقى حجرة ما تحولاتش، لو أنك حكيت عنيك مزيان وذكرت الله مزيان راه تبقى ديك الحجرة حجرة، والساحر يبدأ يوهم ويبدأ يسحب له راه دار لك شي حاجة وانت كتشوف الحجرة. فلذلك الحقائق لا تتغير والسحر لا يغير الحقائق. السين والحاء والراء في العربية المعنى دياله أصلا هو واحد نوع ديال التخيل والتغيير بواحد الصورة غير مفهومة غير مفهومة. رحم الله أبا حميد الغزالي، الغزالي له إيجابيات وله ما له طبعا معروف، يعني الغزالي كيقول واحد الكلمة عجيبة، كيقول بأنه لو أن ساحرا قلب العصا حية، العصا قلبها لحية وشفتها ولات حية، قال لك ما صدقته أن العصا انقلبت حية. كنقول أودي هذه العصا عصا غير نما العجب كيفاش أنا وليت نشوفها حية، أما العصا غير عصا، وهذا هو الحق فعلا. فإذا سحرت أي العينين ديالك تسحروا، تسحروا أعين الناس واسترهبوهم في الآية الأخرى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، هذا معنى العربية اللي في القرآن راه غير كيبان له هو كتمشي وهي راه ما كتمشيش، أشد مضعة الحبل جالس في الأرض والعصا مجبده في الأرض، ولكن هو كيبان له الحركة والحركة ما كيناش في واقع الأمر، لا حركة لا سعي للعصا ولا للحبل، وإنما في دماغه وخياله. علاش؟ لأنه تأثر هو بالأعمال السحرية دياله. فلذلك هذه الحدود العامة ديال السحر بيانه كيف إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله إن شاء الله الرحمن الرحيم في حصة مقبلة بإذن الله عز وجل.